التعلق الكبير بالتكنولوجيا كان واحد من الأسباب بحسب كثير من آراء المستمعين وآراء يعني المتابعين مايا، إنه هو سبب الخمول أو الكسل أو التعب أو قلة الحركة، خصوصا عند الأطفال. وجودهم أمام الشاشات، أمام التابلت والآيباد، الألعاب الإلكترونية بيخليهم قلة الحركة. آخر تقرير أو آخر دراسة نشرت على يعني على صفحات منظمة الصحة العالمية، إنه ثلث سكان العالم من البالغين عم بيعانوا من الخمول، وهي نسبة كبيرة جدا مرتفعة، كانت عكس المتوقع. وفي بعض الدول كانت نسبة الخمول فيها ما بين البالغين أو بين الشباب أكثر من 50%. بهذه الساعة ضيفنا مدرب رياضة البادل الكابتن عبد الله البصيري، رح نحكي عن رياضة البادل وعن الإجازة، كيف ممكن نستغل هذه الفترة، ومع انتشار ثقافة رياضة البادل كيف ممكن نستغلها لتشجيع الشباب أو الطلاب والأطفال على الحركة. كوتش صباح الخير. صباح النور عليك، يا هلا والله سهلا، صباح الخير على جميع المستمعين والمستمعات. يسعد صباحك كوتش عبد الله. ما بعرف اذا انت مثلي يعني انصدمت، او انه انت مثلا كنت متوقع العكس، او انت لانك داخل في مجال الرياضه فعارف هاي المعلومه، انه نسبه الخمول ما بين البالغين عم بتزيد عبر السنوات. من 2010 عملوا لها دراسه، زادت، كانت 31%، هلا رجعت زادت اكثر، يعني وصلنا لبعض الدول فيها اكثر من 50%. شو السبب برايك من ناحيه يعني انت كخبير في هذا المجال، لما بتشوف صحيح شباب او اطفال ما بيعملوا رياضه، شو السبب؟ صحيح، في البدايه احب اسلم على الجميع هنا. نعم، وسائل التواصل الاجتماعي كثرت كثير عن الجيل السابق، الاجواء اصبحت بعضها غير مناسبه لرياضات معينه، فهنا يبدأ الخمول. وأيضا الرياضات أصبحت أكثر على مشاهدة على التلفزيون، فأصبح الناس تركز على المشاهدة أكثر من الممارسة بشكل كامل. نعم. طب نحكي تحديدا عن رياضة البادل، انتشارها ما بين الأطفال وما بين جيل الشباب، هل هي فعلا مناسبة للأطفال؟ بتساعد على حركتهم؟ بتعطيهم الطاقة اللي هم محتاجينها؟ جدا، وانا دائما اقولها للاهالي انه احتمال يكون في منزلك بطل، بسبب ان هذه رياضه جديده الى الان ما فيها التاريخ الكبير، يعني ابطال العالم الحاليين الان لا يتعدون 30 سنه، فاحتمال يكون احد ابنائك بعد 5 إلى 6 إلى 10 سنوات قادمه من ابطال هذه اللعبه. الحاجة الثانية أن البادل جذابة، أصبحت جذابة بالملعب، بالمضرب، بالأماكن اللي تلعب فيها، بالمدربين، رياضة جديدة الجميع يستمتع فيها ولا يمل منها، عكس باقي الرياضات الأخرى اللي هي فيها مثلا قتالية أو فيها روتين كامل يعني بدون تغيير. فالبادل قاعدة تجذب الأنظار وتلفت الأنظار بشكل كبير. أستاذ عبد الله، يعني للي ما بيعرف شو هي رياضة البادل أو لسه بعده جديد، شو هي البادل وشو الفرق بينه وبين التنس؟ البادل هي لعبة مشتقة من التنس ولكن بشكل أصغر. يستخدم حائط زجاجي على أطراف الملعب، بحيث أن الكرة تكمل في اللعبة بدل ما تنتهي مثل التنس الأرضي. مش نفس السكواش ولا بتفرق عن السكواش؟ هي بتوين بين التنس والسكواش. هي بين التنس والسكواش، ولكنها أقرب لأنها مشتقة من التنس أصلا. ومتعة اللعبة في أن اللعبة لا تنتهي مع القزاز، أن الحائط الزجاجي المفروض يساعدك في كمال اللعبة، فتكون أنت قتالي في الملعب وتحاول تجيب الكرة من هنا، ولا الخصم يحاول يجيب الكرة من هنا، تكون النقطة أطول وفيها حلول أكثر. من ضمن الألعاب اللي يستمتع فيها سواء الجميع أطفال أو كبار، هي اللعبة اللي توجد فيها حلول، اللي تستخدم فيها تفكيرك أكثر. طيب هلا كيف يعني اللي عم يسمعنا والحابب يبدأ في هذه الرياضة، كيف ممكن، من وين نقطة البداية؟ نعم، الحين في اللجنة السعودية للبادل قاعدة تعمل بشكل جبار لانتشار هذه اللعبة. الأكاديميات الآن أصبحت بشكل كبير، صار فيها ملاعب كثيرة، في ملاعب خارجية وملاعب أيضا داخلية مكيفة، أصبح الآن في مدربين سعوديين بشكل يتكاثر سنة عن سنة. والآن إحنا عندنا حتى في أنديتنا أصبح عندنا أطفال من تحت 10 سنوات وأطفال من تحت 13 سنة، واللي فوق 15 سنة الآن قاعدين نأسسهم للمنافسة في البطولات.
حلو. طب انت ذكرت عن المدربين، الواحد لما بده يختار البيرسونال ترينر بكون معه، يعني على اي اساس بتم اختيار المدربين؟ اعطينا هيك نصيحه. بناء على الخبره، على الشهادات، وسبحان الله البادل مرتبط ارتباط وثيق بالسوشيال ميديا، فتقدر تشوف المدربين قبل حتى تروح تتدرب معهم، تقدر تشوفهم على 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 مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. والتجربة خير برهان. وهنا في السعودية الحمد لله المدربين متمكنين، سواء في سعوديين أو أجانب. فأنا أنصح يعني الأهالي جميعا أنهم يعطوا فرصة لأولادهم لهذه الرياضة، لأن احتمال يكون ابنك هو البطل في هذه العائلة. في فوائد محددة لرياضة البادل؟ كثير كثير، وأهمها يعني، وهذا اللي حصل فيه الفرق، الناس اللي بدأوا بممارسة اللعبة من سنة تقريبا، أنها تحرق دهون بشكل كبير، تساعد على على توازن العضلي العصبي، تحسن الحالة المزاجية للاعب، تحسن العلاقات الاجتماعية، أصدقاء يصبحون عندك أكثر بهذه بسبب أن عندك مهمات يعني اهتمامات واحدة مع أصدقاء أكثر. وفوائد أيضا مادية، لأن تخيل معي أخوي محمد، أكبر جائزة في العالم هنا في السعودية، 1,000,000 ريال في الألعاب السعودية. هنا بطل البادل يأخذ 1,000,000 ريال، وهي جائزة تعتبر هذه تحفيزية وتشجيعية كمان، لا يعني هذه يعني أكبر تحفيز وتشجيع للانتشار وللتوسع برياضة البادل. نعم. أنا أقول لك ممكن تكون أصلاً مصدر دخل للعائلة كاملة إذا اهتموا بطفلهم، أصل طفلهم الصغير في لعبة البادل. نعم. الكوتش عبد الله البصيري، بدي أشكر وجودك معنا اليوم على هوا بانوراما ببرنامج أحلى صباح، تحدثنا عن رياضة البادل وكيف ممكن أنها تكون بداية انطلاق لجيل جديد، وكمان لتستفيد منها العوائل لأبنائهم.